السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ايجيبت لايف هنعمل برنامج سريع في الشارع، هندخل على صناعية مفاجأة كده، هنسألهم سؤال اللي هيجاوبه هياخد جايزة، ونشوف الناس دماغهم وثقافتهم فيها ايه، عشان بس محدش يستقل بأي حد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا رجالة، عاملين ايه؟ كله تمام؟ طب هنسألكم سؤال سريع كده عشان ما اعطلكمش، اللي هيعرف الإجابة هياخد جايزة واحنا واقفين. تمام؟ تمام يا ريس. حضرتك شغال ايه؟ انا شغال ميكانيكي. شغال ايه؟ ميكانيكي. حضرتك شغال ايه؟ والله كنت شغال مقاول، بس الوقت شغال ساند غسالات برضو. خير ان شاء الله. اهلا وسهلا. طب السؤال بسرعه كده عشان ما اعطلكمش، طبعا عارفين ان مصر اتذكرت في القران، صح ولا غلط؟ صح. اتذكرت كم مره؟ طب السؤال بالاسم وقلنا نهبطه يعني، ولما طب قبل ما تجاوب الاول عشان مش هو ده السؤال، ثانيه واحده. هي ذكرت حوالي 4 أو 5 مرات. انا عايز بس ايتين. بالاسم ولا ما انا لسه بقول لك انا عايز بس ايتين، اذكر ايتين ذكرت مصر فيهم في القران. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا نهبطه لما ربنا قال في سوره البقره وقالوا اتستبدلون الذي هو ادنى بالتي هو خير اهبطوا مصر فلكم فيها ما سالتم، في سوره البقره. الآية الثانية اهبطوا مصرا فإن لكم فيها ما سألتم. ماشي. في سورة يوسف لما سيدنا يعقوب قال لسيدنا لأخوة يوسف قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، بس أنا الآية مش فاكرها قوي. في سورة يوسف قول بس بسم الله الرحمن الرحيم لما ذهبوا مصر ذهبوا إلى مصر. لا بس لا أنا لازم فاكرها. ركز بس شوية، قربت تجيبها. مش فاكرها. بسم الله الرحمن الرحيم لما حد فاكر من الشباب؟ سورة يوسف يا بقى. طب ماشي، ينفع اقول لك في سورة يوسف بس انا مش فاكر الايه. اذكر لي الايه. انت كده قلت واحده خاصه. والله قلت واحده. هو في اتذكرت 5 مرات. ظروف خاصه. وفي علماء بيقولوا 4. احنا خلينا بس، احنا عايزين ايتين بس تاخد الجايزه الوقت حالا. في سورة يوسف ماشي، وفي سورة البقره ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا المشكله عندي ظروف خاصه والله، من نسيان كل حاجه في القران. ربنا يفك على الجميع والله. في سورة يوسف وسورة البقره اللي انا فاكرها. طيب كده انت ما ذكرتش الايات. الايات كده ما تكسبش معانا. الايه ما انا بقول لك. طب حضرتك شكلك حافظ حاجات، حافظ حاجات من القران. ماشي، ما انا مش قصدي، انا علشان ظروف الخاصه بقول لك تعبان، انا عندي ظروف خاصه. طب ممكن تسمعني اي حاجه حافظها من القران؟ حافظ الاول من القران حاجه ولا لا؟ قول لي مثلا عايز تسمع ايه وانا سمعني انت اي حاجه لو حافظ اي حاجه. طب ماشي، بس علي صوتك كده. طب ماشي، ما انت تبعد الكاميرا شويه. وهكسب ولا ما اكسبش؟ برضه هنكسبك مفيش مشاكل. أعوذ بالله من الشيطان. تعرف هتكسب الأول؟ لما تقرا أنت كده ما جاوبتش على السؤال بتاعنا. لا أنا بعد إذنك بقول لك في سورة يوسف مذكورة وفي سورة إبراهيم ماشي؟ لا إحنا عايزين الآية على طول. بس أنا مش حافظ الآية. طيب أقول أنا الآية؟ قول. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمينين. آمينين. وفرعون لما قال لكم أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي. في سورة طه. برضه الآية دي. ماشي، ما انا بقول لك اهو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. دي كلها ايات. ماشي، ما انا بقول كده. حضرتك ما جاوبتش. ظروف. نسمع بقى اي ايات من القران كده بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. شكرا شكرا، ربنا يبارك لك وجزاك الله كل خير. تعرف بقى القراءة اللي انت قرأتها الوقت كل حرف بكام؟ الحرف بعشر. الحرف بعشرة ولا بحرف بحسنة؟ الحرف بحسنة والحسنة وعشرة بعشرة، وربنا يضاعف الحرف إلى 70. تمام كده، ربنا يجزيك كل خير وشكرا قوي رجالة. على فكرة يعني والله العظيم لما الظروف اللي عندي نذكر لك الآية رقم كام. يلا إن شاء الله تتعود بقى وتراجع إن شاء الله. خاصة بيا والله. تراجع إن شاء الله وتعرف. لا أنا والله ظروف خاصة بيا والناس عارفة الظروف اللي عندي. ماشي يا عم، اسمك إيه بقى؟ الحرش. الحرش كده على طول؟ الحرش، أشرف الحرش. ماشي يا عم أشرف، السلام عليكم. السلام عليكم.